خبر عن رقم قياسي جديد حققه مهاجم فريق أتلتيك بلباو اللاعب إنياكي ويليامز، اللي خاض مباراته رقم 203 دون انقطاع منذ عام 2016. بسم الله ما شاء الله، بكده قدر يحطم رقم قياسي سابق باسمه هو شخصيا في الدوري الاسباني لكرة القدم. هو اللي حصل ايه؟ كان هذا اللاعب كان بيتقاسم الرقم القياسي مع لاعب اخر من نادي ريال سوسيداد كان اسمه ايان اندوني لارانياجا. هذا اللاعب كان صاحب رقم 202 مباراة متتالية في الدوري الاسباني في الفترة ما بين عام 1986 وحتى عام 1992. ابتداء من الوقت ده خاض هذا اللاعب صاحب 27 عاما المباريات الأربعة المتبقية من موسم الليجا، وبعدها خاض كل مواجهات الدوري في مواسم 2017 18 19 20 21، كل ده بالإضافة إلى مشاركته في أول 8 مباريات من الموسم الجاري. بالمناسبة هذا اللاعب اللي هو ويليامز خلال رحلته لتحطيم هذا الرقم القياسي لاعب أساسي في 168 مباراة، دخل بديل في 34 مباراة وسجل 39 هدف. انت بتتكلم في ارقام محترمه جدا على فكره، وسكورز وحاجات يعني حلو.